اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك. الاثنين النهارده يعني اجتمعنا مع فريق العمل وقلنا نص الاسبوع يبقى سمك، يبقى لطيف نقدر ان احنا نعيد الحلقه في نهايه الاسبوع ان شاء الله. معانا سمك النهارده جزل. الجزل دي ممكن تكون قاروص، ممكن تكون لوت، ممكن تكون وقار، ممكن تكون سمكه الكنعد اللي هي الدراك. هنعملها برياني من المطبخ العربي ونشوف ايه قواعد عمل البرياني بطريقه بسيطه وسهله. معانا جمبري لحم النهارده جميل، هنعمله كفته الجمبري بالبرغل، نشوف نعملها مع بعض ازاي ونقدم معاها صوص طماطم او مايونيز او صوص وايت صوص زي ما احنا حابين. معانا طبق شوربه جميل جدا النهارده، شوربه الجندفلي لها قواعدها الاساسيه بالكرفس، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، واعتقد ان الشوربه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا. مع اكله السمك النهارده في تفاصيل كتير، في معلومه غير معلومه، وكمان في تركايه المغازي المعتاده ازاي نعمل اكله سمك بدون ما زفاره، بدون ما يكون مطبخنا مكركب، وفي نفس الوقت كمان يبقى طعمها مميز. حلوه، نخش على اللي بعده. اللي بعده معانا كفته الجمبري بصوص طماطم، ممكن نعملها بالوايت صوص، ممكن نعملها بالريد صوص، ممكن نعملها بالبنكي صوص، اللون البنكي يعني الاطفال بيحبوه او البنوتات بيحبوه. حلو الكلام. مقاديرها على الشاشه بسيطه وسهله، برغل، جمبري، لحم، ومعانا الكبه بتاعتنا اللطيفه دي اساسي عشان تطحن البرغل بتاعنا. ممكن نعملها بالرز، ممكن نعملها بالبرغل. تعالوا نشغل الكبه كده، والمقادير على الشاشه تكتبيها ورانا تسجليها زي الفل. اه ايه الاخبار، هو ده تمام. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ماشي، معانا جمبري لحم، ومعانا برغل وتوم وبصل، والبهارات بتاعتنا شويه زعتر شويه روزماري والبصل والتوم، واساسي طبعا معانا صوص طماطم على النار زي الفل. نبدا نشتغل. هيتسال دلوقتي ايهما ان احنا نبدا بيه في الكبه، وده سؤال مهم جدا. خلي بالكم الحاجات اللي بقولها دي، التركات دي مطلوبه، ان انا لو نزلت بالجمبري دلوقتي ونزلت بالبرغل مش هيتم الطحن، فانا اطحن الحاجه القاسيه شويه اللي هي بتاخد وقت. البرغل معانا عشان تستفيدي بالبرغل ده يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل اللي بتتابعوني، سواء بتعملي كبيبه سواء بتعملي البرغل في اي اصناف، لازم تغسليه مره واثنين وثلاثه وتصفيه من الماء جيدا. يتغسل بميه سخنه ولا ميه بالحنفيه؟ لازم ميه من الحنفيه. حذاري تغسليه ميه سخنه، هيبوظ منك وهيفتول منك ومش هيظبط معاك العيار بتاعك. اهو البرغل نزل في قلب الكبه، دول كفايه قوي زي الفل، ونشيله ورا. البرغل ده بيتاكل ني على فكره، البرغل ده احنا بنستخدمه في التبوله ني. وتعالوا مع بعض نشوف ايه الاضافات للبرغل، ايه اللي هيخلي كفته الجمبري دي من ايدك زي الفل. اه الخضره والتوابل واللطافه زي مع بعض. معانا عود روزماري، بناخد الورق بتاعه. طب نسيبونا نشتغل، نشغل الكبه ونحط الحاجات مع بعض، ايه رايكم عشان نكسب وقت؟ اه we'll be right back.
بعتذر عن صوت الكبد. شوفوا المزيج معايا ده كده، بصوا عليه. طبعا هنا في امان، البرغل ده دايما هو سيد الموقف. يعني يا شيف تعملي كفته، تعملي برجر، برجر يعني علشان اللحمه معاكي ما تفكش. اه دي سايبه يا شيف، ما تقوليش ان هي سايبه، زي ما هي كده زي الفل تمام اهو. ممكن على فكره لو انت مش عايزه برغل تستخدمي رز، بس القواعد عمل الرز فيها شويه غلبه، البرغل اسهلهم. الرز لازم يتغسل في طريقتين، يا اما نطحنه بعد ما يتغسل كويس، الطريقه الثانيه يتسلق نص سلقه، وده ساعات ممكن يظبط معاكي او ما يظبطش. البرغل هنا امن شويه، حلو قوي. معانا شويه برغل من اللي هو حب هنا، انا عايزه تبقى مرمله، بنزل بهم كده واعجن العجينه بتاعتي دي مع التوابل مع بعض واحده واحده عشان تعملها في البيت زي الفل. توابلنا يا عم الشيف العاديه، معانا من الكركم شويه، معانا البابريكا، معانا شويه كمون، دي التوابل بتاعتنا، والفلفل الاسود، ونقلبها مع بعض كده. وعندنا زيت شديد الحراره، نشيل دي من هنا ملهاش عوزه زي الفل، ومع بعض كده في وضوح نقلب كده. لا لا، بيض مين يا غالي؟ هو الجمبري ده هتلاقيها شدت دلوقتي وزي الفل. والبرغل فيه صفه جميله جدا، هادي وبيشتغل في سكون، بيشتغل في صمت، ينطحن بس ويتحط مع اللحمه او مع الكبيبه. عشان كده دايما اللي بيعملوا الكبيبه اخواننا السوريين والشوام يطحنوها ويخلوها في الثلاجه ساعه زمن ساعتين في الثلاجه، تلاقيها شدت مع اللحمه وكلبشت وبقت كلها ايه متماسكه اهو. ليه؟ طبعا هنا بيختلط بالسائل اللي احنا حطيناه من الجمبري والبصل والخضره، فبيلاقي سوائل البرغل، فهنا بينسجم ويبدا يفرز الالياف بتاعته والقوام بتاعه زي الفل. هنسيبها زي ما هي كده شويه، ممكن تحطها في الثلاجه، ممكن تخليها زي ما هي، وهنشتغل فيها بعد شويه. دي كبه الجمبري بالبرغل، بعد شويه نيجي نقلبها مش هتتقلب معانا. والطبق كده جاهز وزي الفل. في طريقتين للعمل الكبيبه دي او لطرق عمل الكفته دي، يا اما نعملها مشويه في الصينيه، يا اما نعملها مقليه زي داوود باشا كده راس، وبعدين نقدمها مع صوص طماطم حسب الرغبه. تعالوا نعمل الكفته بتاعتنا سريعا كده. صوص الطماطم جاهز، مخرجنا الجميل بس نشوف التركيه مع بعض الله يوفقك. الشوربه اللي انا خدتها اهي اهي، هو ده شفت الشوربه دي كده؟ دي ده بينفع ده في الشتاء هو ده. ده على فين؟ على فين؟ هو ده. ده على صوص الطماطم. يا ويلي يا ويلي، ده لما تقدمه على الكفته اللي انا عاملها دلوقتي. وننزل بهم كلهم، حمر الكفته تنزل تعوم في قلب الصوص ده كده وتقدمها. يلا يا عم الشيف تعالوا مع بعض نعمل الكفته. ناخد بعضينا ونقف جنب الزيت، اللهم صل على النبي. يلا نقف هنا مع بعض كده شويه زي الفل. عايز ايه بس قول لي؟ عايز قول لي الصينيه؟ حاضر، قول لي. لا تتكس يا عم، انا معاك، انت راجل بتجتهد في عملك وانا عارف ليك هدف. عايز تشوف، عايز تمسح دي كده عيني؟ حاضر. حاضر، قولي فيها كده كده. حاضر، تعالوا مع بعض نشوف هنحمر الكفته ازاي. يعني 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 معلقه، وعندي شويه زيت في طبق. الله، اللهم صل على النبي. شويه زيت كده، ده الطبيعي. انا بس عايز اوريك البرغل شد ازاي. وزيت شديد الحراره معايا زي كده، اللهم صل، واحط المعلقه في الزيت واشتغل وانزل في قلب الزيت بتاعي. ممكن على فكره تحط المعلقه في قلب الزيت السخن ده كده وتستخدميها كده زي ما انا شغال كده. دي طريقه برضو، بس اخاف الزيت السخن ده يجي على ايدك كده عليا. خليكي مع الزيت البارد. والتحمير يكون بحرص شديد جدا، مفيش واحده تنزل على التانية. اوعي تقلبيها، ازعل منك.
ولازم الزيت يكون شديد الحرارة. كفتة الجمبري بالبرغل اهي. احنا مع بعض هنشوف الفلاير بتاعنا او القلاية بتاعتنا هتديني ايه في الاخر. ومعانا صوص طماطم بجد، هي قرف معتق واخد طعم الجمبري طعم الجندفلي اتحول لحاجة تانية، مبقاش صوص طماطم بقى صوص الفسفوري. دول كفاية عينيا زي الفل. نشيل كل ده من هنا يلا، ونجيب طبق التقديم. طبق التقديم ده سمكة حلوة زي دي كده نخليها هنا حلوة عشان مخرجنا بيحب الايه التلوين. اللهم صل على النبي. طبعا السفرة بتاعتنا لازم يكون عليها طبق سلطة حلو طبيعي، عاملة خروف عاملة فخدة ضاني، السلطة مطلوبة. عجبني قوي شكل البرياني بالشكل ده كده. نعم حاضر اوريك السمك. عايز اشوف السمك على الوش. مخرجنا مش سايبني في حالي. بص بص على الحلاوة، بص السمكاية، بص السمكاية طالعة، بص شوف التفاصيل دي بالله عليك، شفت البياض والحلاوة؟ جيب ايه ده؟ ايه ده؟ يا ويلي يا ويلي، قلب الصغير لا يتحمل، ألف أنا وشف. ده كمان؟ ألف أنا وشف، السمك تحت، اللي عايز ينزل يعوم. حلو؟ تمام. تعالوا مع بعض نشوف الكفتة أخبارها، أنا بس مش عايز أجي جنبها دلوقتي. شيل دي من هنا كمان. العب. يا حلاوة، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة والكفتة بتلعب في الزيت. فينك يا جمبري؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ناخد صوص الطماطم بتاعنا ينزل بينا كده. اللهم صل على النبي. ناخد الكفته بتاعتنا بعد ما خدت اللون. يلا يا عم الشيف عشان وقتك خلص. الله تعال يا حلوه. هنا تركيه بقى كده بتاعت المغازي، رشه البهارات الحلوه. هو ده هو ده هو ده زي ما هي كده. الف انا وشفها. حلقتنا النهارده تفاصيل بسيطه وسهله، ولكن الخبره الطهويه هنا تتفوق على التقديم والاعداد. ان احنا نعمل اكله سمك لها طعم تاني، لها شكل تاني، بمدرسة تانية من المطابخ العربية. عملنا البرياني، عملنا كفتة الجمبري بالبرغل ابتكار الشيف المغازي، عملنا شوربة الجندفلي بالكرفس، والتركاية هنا التلات عيدان الجمبري اللي أنا هاكلهم بعد الحلقة ما تخلص. رؤية فن إبداع مع أكلة سمك إن شاء الله بإذن الله تعالى. ممكن نعيد الحلقة يوم الخميس حسب الخطة الإعلانية. رؤية فن إبداع من ماسبيرو. We'll be right back.